يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأشاعرة كانوا هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة في القرنين التاسع والعاشر الهجري، حيث كان كل العلماء بزعمهم في تلك الفترة من الأشاعرة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا قلت لكم كل يدعي وصلا لليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة، ولكن الفاصل بالمصادر التي يعتمدون عليها، فمن كان يعتمد على الكتاب والسنة ولا يؤول هذا من أهل السنة والجماعة، أما من كان يعتمد على الشبهات وعلم المنطق والكلام هذا ليس من أهل السنة والجماعة. ومنهم الأشاعرة، الأشاعرة مصادرهم وتلقيهم من غير الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، من علم الكلام والمنطق، تتلمذوا على المعتزلة، تتلمذوا على المعتزلة. أما إمامهم الأشعري رحمه الله فقد تاب ورجع إلى مذهب السلف، أما هم بقوا على مذهب المعتزلة لم يرجعوا. نعم. نقول فضيلة الشيخ، فكيف يقال إنهم هم أهل السنة والجماعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة حتى ولو كثروا، السائل يقول إنهم صاروا في وقت هم الكثرة، ولو كثروا الكثرة ما تدل على الحق، قد يكون اللي على الحق قلة أو أفراد، الكثرة ما تدل على الحق ولا تدل على أن الأكثرين هم أهل الحق. الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الكثرة ما تدل على الحق، الذي يدل على الحق هو المنهج، إذا كان المنهج مبني على الكتاب والسنة فهذا هو الحق ولو كان ما عليه إلا واحد، وأما ما خالف الكتاب والسنة فهذا باطل ولو كان عليه الأكثر. نعم.